اللي ما تشوف شي في من مصدر موثوق به ان الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار اتصل صباح يوم الاحد فاتح يوليوز باداره الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وطلب منها توضيحات عن وضع اللاعب امين حارث عقب حادث دهسه لشاب فارق الحياه بمدينه مراكش. واوضح المصدر ذاته ان الناخب الوطني هيرفي رونار طلب من اداره جامعه القجع تقديم مساعده للاعب الشاب حتى يخرج من هذا الوضع الصعب الذي يعيشه نظرا لصغر سنه والصعوبه التي سيواجهها من الناحيه النفسيه للتخلص من صدمه الحادث. واكد ذات المصدر ان هيرفي رونار طلب الجامعه بابلاغ اللاعب امين حارث عن محاوله الاتصال به معبرا عن اسفه بسبب وقوع الحادث. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد الاخبار.